يا اخي الاهلي ده زعله وحش قوي قوي امبارح. بصراحه شفنا مباراه كبيره جدا جدا من الاهلي، جهاز فني ولعيبه، سواء بقى من حيث النتيجه او من حيث الاداء. انبسطنا واتمتعنا بفرقتنا امبارح بصراحه، بعد اللوم المحمود، لوم محمود من قبل جماهير النادي الاهلي للعيبتها بعد التعادل او تعادل 2-2 مع بيراميدز تحديدا، في سيناريو كان غريب شويه بالنسبه لنا وكان مفاجاه بالنسبه للاهلاويه، وبخطا بكواليس كتير احنا شفناها في المباراه دي. لكن انك ترجع وترد برباعيه منهم ثلاث اهداف في خمس دقائق، فهو ده البطل، هو ده الاهلي، هي دي شخصيه النادي الاهلي، ان انت لما يبقى في تعثر بتقفل الصفحه وترد في اللي بعد كده. انت بصراحه عملت مباراه كبيره جدا جدا امبارح، تالق عدد كبير جدا من اللاعبين وتفوقهم على نفسهم واستعاده البعض الاخر لمستواه. الاهداف كلها حلوه، بالذات الجول الثالث ده، جول في كل يعني ايه الجوانب التكتيكيه، الجمل الفنيه، التفاهم والانسجام الواضح بين اللاعبين. يعني علي معلول لقفشه، قفشه صبر على الكره لغايه لما علي بقى فاضي جوه ال 18، قرب شريف وقطع القريبه بشكل ممتاز، وهو دي او هي دي سمات المهاجم المميز، ان هو يبقى عارف التحرك يبقى ازاي عشان يقدر يخطف ويلطش الكره يحطها في الجون. فكلها مهارات متكامله في هدف كان رائع جدا، الهدف الرابع. الثلاث اهداف كمان اللي جم في خمس دقائق كانت حاجه جيده جدا جدا، رغم ان هي مش طبيعيه قوي ان اي فريق يجيب هدف او يجيب ثلاث اهداف في خمس دقائق او في عدد قليل من الدقائق، لكن ده اللي يدل على اصرار لاعيبه الاهلي، مش الاكتفاء بهدف ان انت خلاص الشوط قرب يخلص فجبت جون فحلو قوي نخرج كده الشوط الاولاني، لا، اخطف الثاني خلص على الماتش بالتالت، وده فعلا اللي حصل. ونزلت الشوط الثاني عملت اداء ممتاز وجبت هدف رابع كمان، فالامور كلها بصراحه ماشيه بشكل كويس، وخطوه من ضمن الخطوات المهمه في مشوار الاهلي في بطوله الدوري، وثلاث نقاط مهمه جدا لاعتبارات كتير، سواء فيما يتعلق ببطوله الدوري والمنافسه فيها، وانك بتاخد خطوه وبتبتدي تعوض فارق النقاط مع الزمالك من خلال المباريات المؤجله بالنسبه لك عشان تركب بعد كده الدوري وتستمر في الصداره باذن الله، وكمان الاعتبار الاخر والاكثر اهميه ان انت بتحاول توصل لمباراه كايزر تشيفز الجنوب افريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا بافضل فورمه ممكنه، وده اللي احنا بنتمناه، وباقل خسائر ممكنه، وده اللي احنا بنتمناه. ان شاء الله ما يكونش فيه اي اصابات، ما فيش اي امور يعني ايه تعطل اي لاعب عن مباراه نهائي دوري الابطال، لان هي دي المباراه الاهم والتحدي الاهم بالنسبه للنادي الاهلي. لكن تعالى بقى نمسك كده لعيب لعيب نتكلم عنه، معلش، لان في ناس لازم تاخد حقها. تعالى نبتدي بياسر ابراهيم. ياسر لو تفتكروا كده، تعالوا نرجع ورا شويه ايام فايلر، الراجل ما كانش مقتنع بيه تماما، قال لك لا ياسر ده مش مقتنع بيه، مش حلو، مش لعيب بتاع الاهلي. اتصرف ازاي ياسر ابراهيم؟ بص بقى، هي دي الشخصيه اللي تتناسب مع النادي الاهلي، هي دي الشخصيه اللي تتناسب مع نادي كبير بحجم النادي الاهلي. الراجل سكت، اشتغل على نفسه، عرف النواقص اللي عنده واشتغل عليها وعلى تطويرها، ومن غير اي تصريحات، من غير اي هجوم على جهاز فني، على مدير فني، من غير ممكن يبقى غاضب من جواه، متضايق انه ما بيلعبش، ان ما فيش فرصه، ان المدرب مش مقتنع بيا، لكن انا لازم اقنعه بيا، انا لازم اشتغل على نفسي، لازم اطور من نفسي عشان يبقى ليا دور في المكان ده. وهو بصراحه اشتغل بالطريقه دي، وصل لفورمه ممتازه، والاهم كمان من كده انه مش بيلعب بشكل اساسي. مباراه يلعب، ممكن بعد كده ايه تلاقي ايمن وبدر اللي بيلعبوا، مفيش مشكله خالص، بس لما بينزل سواء بقى بعد المباراه 2 3 4 بتلاقيه بفورمه ممتازه جدا وباداء اكثر من رائع. فتحيه كبيره جدا لياسر ابراهيم بصراحه، لازم الكل يبقى بنفس العقليه دي لياسر ابراهيم، لان هتفرق مع اللاعب نفسه ان هو يقدر يوصل ويبقى يكون مقنع للجمهور بشكل عام. فياسر ابراهيم يستحق كل الاشاده والتقدير.